سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني، نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. اليوم فيديو جديد، مرحبا بكم معايا في قناتي يوميات لأم شهد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد السمنه في الفران، كتجي مقرمشه ومهويه من الداخل، كتجي لذيذه بالكوك. تبعوا الفيديو حتى الاخر، ما تنسونيش واحد اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. وندوزو دابا ان شاء الله للمقادير. غنحتاج، المهم هنا درت زلافه اونص ديال دقيق الفورص، دقيق مزيان، ودرت هنايا نص زلافه ديال الفينو. المهم نتوما على حساب المسمنه، بغيتوها تجيكم كبيره صغيره متوسطه، المهم ديروا القياس ديالكم. صافي، هنا عندي المدافي وغنزيد عليهم معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات دابا حقاش الجو سخون، ونزيد الملح حسب الذوق. راني دايره معلقه صغيره ديال السنيده. صافي، دابا نخلط. ممكن انا ما درتهاش في العجانه، ممكن تعجنوها بالعجانه، فانا نعجنها غير بيدي حقاش ما كتبغيش تعجينها بزاف. المهم الدقيق على عيلة، بغيتو المسمنة تجيكم كبيرة ديروا القياس ديالكم، بغيتوها تجيكم متوسطة ديروا القياس ديالكم. صافي، الماء غنبقى نزيدو تدريجيا حتى نجمع الدقيق اللي عندي. عادية بحال العجين مسمن، غير هي هذيك كنديرها انا شويه مرخوفه، مثلا ما نديرهاش قاصحه حيت فيها الخميره. صافي، من بعد ما عجنتها مزيان، دابا غندهنها بواحد شويه ديال الزيت. صافي، ونغطيها ونخليها ترتاح ليا واحد 5 دقائق. صافي، دابا نخليها واحد 5 دقائق ترتاح عاد نبدا نشكل فيها. من بعد ما خليتها ارتاحت شويه، صافي خليت هنايا شويه ديال الزيت، ونشكلها كويرات يكونوا هكا شويه كبار. القياس هكا قد هاد القياس، اصل العجينه فيها الخميره راه داغي كتطلق لينا، كتاخد فينا وقت بزاف. صافي، خرجت لي من ديك العجينه، خرجت لي 6 الكويرات، غنديرهم شويه د الزيت. صافي، وغنخليهم يرتاحوا غير بما صايب الطبق. صافي، ونرجع نشكلهم. خديت زبده دوبتها، عندي الزيت باش غنورق، والكوك غنفرق به. صافي، انا بديت بالاولى، غنورقها مزيان حتى باش ما تجينيش غليظه. ورقوا في الاول غير بالزيت لحقاش الزبده كتلصق هكايا فوق، كتبقى تجمد.
دابا ندير الزبده، وغندير الكوك. ممكن ديروا اللوز مهرمش ولا الكاوكاو، ولا ممكن ديروها خاويه. انا درت الكوك، ممكن ديروا غير الزبده صافي وطويو حتى خاويه كتجي زوينه صافي. نبقى هكا بهذه الطريقه هكايا. صافي من بعد ما طلقتها مزيان، هي غندير لها نفس الطريقه ديال الاولى، غندهنها بالزبده. الزبده كندهنوها بها مزيان، وندير الكوك صافي. ونشد الاولى غندير وحده في وسط وحده بهذا الشكل هكا. ثاني نفس الطريقه اللي درت في الاول، غير هي كنزيد تنبقى ندير وحده في وسط وحده. صافي غنبقى غادا بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله نفس الطريقه. هاد الجهه هذه اللي كانت تكون هكايا، هذه هي اللي كنديرها من التحت، كتحلش ليا بهذه الطريقه هذه اللي كندير من التحت صافي. وكنقلب بالنسبه للاخرى فاش ورقتها صافي غندير لها غير الزبده، ما غنديش الكوك بقات هي الاخرى باش من نجي نقرص ما يخرجش ليا داك الكوك. نديرها هي هكا صافي، وندير فوق منها هادي. صافي دابا غنخليها ترتاح ليا واحد 5 دقايق باش تكرص ليا بسهولة. غنغطيها ونخليها ترتاح، ترتاح ليا واحد 5 دقايق. صافي خليتها ارتاحت واحد شوية، دابا نكرصها. ندهن شوية يدي بالزيت، نكرصها واحد شوية ونديرها في الطاولة. باش كنخليوها ترتاح كتقرص لينا ضاعف. صافي الطاوة راني دهناها بالزيت صافي. دابا غنكمل هاد الدقراص ديالها على قد الطاوة. المهم بغيتها تكون غليظة بغيتها تكون رقيقة، المهم أنا غنديرها قد هاد الطاوة هادي. دابا غنغطي عليها ونخليها حتى تخمر ليا ونرجع معاكم. من بعد ما خمرات دابا غنشد الزبده غنديرها هكايا طريفات من الفوق، وراني دايره الفران كيسخن، خاص الفران ضروري يكون سخون من قبل حتى نبغي فاش نبغي ندخلها للفران. غندير لي على درجه الحراره 180 وطيب غير من التحت تتحمر ليا من التحت، ونشعل عليها ثاني من الفوق تحمر. بالنسبه للفران ديال الغاز نفس الطريقه، حتى هو غادي تشعلوا عليه حتى يسخن وديروا العافيه تكون متوسطه حتى تحمر من التحت، وتعاودوا تشعلوا عليها من الفوق صافي. دابا غادي ندخلها للفران صافي. الملويه طابت، انا خرجتها من الفران. هانتوما كتقرمش، هانتوما كيفاش كتجي، كتجي مقرمشه. هانتوما نخلي لكم الصوت سمع.
بالنسبه للتزيين انا ندهنها شويه بالكونفيتير وغندير شويه ديال سميتو ديال الكاوكاو مهرمش، ولا ديروا اللوز الفيري، ولا ممكن تخليوها بحال هكا حتى هكا هي كتجي زوينه. وممكن ما ديروا لها حتى شي حاجه، ما دهنوها بوالو حتى هي كتجي زوينه. صافي انا غندهنها مزيان. صافي دهنتها مزيان بالكونفيتير، دابا غندير فوق منها الكاوكاو، كاوكاو ولا اللوز ايفيلي، المهم اللي نتو ولا الكوم هذا الكوك كوم، ممكن تخليوها عادية. غنقطع معاكم تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. انتما كيفاش كتجي من الداخل، هاد الشكل ديالها كيفاش كيجي من الداخل، كتجي مهويه وهشيشه بحال الشكل ديال الكرواسه. وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.